ذوقها هالشغلة ما بدها عيار احكي معنا منتفاهم ما رح تمشي زعلان لف الدم والعالم لك لم علينا الجيران ما القصة هي هي تسلينا خرطها حدية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة او البلكون واذا بدك ما من بسا نطش هالحلقة من نصة بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون ومن هون لهون سيدي خد منا واعطينا ومن هون لهون عيني على عيني بتمون ومن هون لهون سيدي خد الغلة وحكينا ومن هون لهون بنتقابل عالتلفزيون وعلى مهلك بهداوي كن ما في داعي بعد النقزة عن هي مرقها مشان عن وتسلم لي شحن بالشارع او بالمحل استنانا ونحن منطل ما بتعرف قدي سهل نلقي لك هون وهم القصة هي هي تسلينا فرطها حدية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة او البلكون واذا بدك نعمل بسها نطش هالحلقة من نصها بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون ومن هون لهون سيدي خد منا واعطينا هون لهون عيني على عيني بتمون ومن هون لهون سيدي خد الغلة وحكينا ومن هون لهون بنتقابل عالتلفزيون وهالمقلب المرتب ملعوب شو بو الشكل شو مقلوب كل شي مكتوب بروق محسوب هالمقلب المرتب ملعوب هذا المطلوب بس ليش ملعوب شو بو الشكل شو مقلوب ما القصة هي هي تسلينا فرطها حبية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة او البلكون واذا بدك ما من بسا بنطش هالحلقة من نصة بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك رجالي نسواني ولادي قربت تخلص ايام رمضان بس قرب العيد كمان كل عام وانتم بخير بفتتح معكم حلقتنا لليوم من هون اهلا وسهلا من هون لهون سيدي خد منا واعطينا من هون لهون عيني على عيني بتمون ومن هون لهون سيدي خد دايما ستات البيوت بيعدوا بينتظروا برامج الطبخ اللي بتطلع على المحطات وبينتظروا الشيف فلان والشيف علتان ويا ترى هذا شو عمل وهذا شو قدم خلونا نشوف شيف حلقتنا شو عنده طبخة يا ترى لليوم انا بنصح الستات يجهزوا الورقة والقلم مشان يسجلوا المقادير تعالوا نشوف شو طبخة زياد اليوم هلا هيك مشان النظافة المفروض قبل ما ست البيت تشتغل أي شغلة لها علاقة بالتقطيع الخضر للطبخ تكون استخدمت الكفوف لأنه قد ما غسلت بجوز يتواجد بعض الشغلات يعني اللي أنا ما بعرف اسمها العلمي بالضبط شوائب هذيك بتيجي بالحديد بعض البكتيريا ممكن تتخبى هون مثلا هي ليك مسحت بكتيريا من تحت الكف بس ما في مشكله بكتيريا اعزائي المشاهدين في انواع للطبخ بتكون تفضلي في انواع بتكون بالنسبه للباب انواع كتير بتكون تفضلي بس مشان اذا سالتك سؤال باعتبارك ست بيت حضرتك طيب هي شو بنسميها نحن الشام بطاطا طبعا في سكين لتقشير البطاطا مزبوط ايه بتعرفي تقشري بطاطا طبعا اسرع مني لما ابطا لا ابطا شوي تفضلي جربي بس على طول عندنا كفوف يلا بلا كفوف ما مشكله لانه هدول بالنتيجه للاختبار اشري بطاطا بدك تحكي مع الكاميرا وانت عم انه هي البطاطا بتتقشر بالسكين وبتنقلق لي وبتنسلق سلق قولي هي البطاطا بتتقشر بالسكين وبتنقلق لي ايوه ايه وبنحط معها باذنجان
ايه كلهم هدول التقوية الموجودين. قولي ما فيهم شيء، ما فيهم شيء. قولي ايه بتحط معها باذنجان وبندورة وبقدونس. صح صح صح. والبطاطا مش هو بتنسلق، بدون الاخوة المشاهدين مش هو بتنسلق، كأنه موسخة ال تفضلي كملي كملي كملي. عن يسارك ما انتبه في بس كأنه تراب او شيء هيك. لا هيك بس مسح مسح. شو ها؟ ما شو ها؟ شو رايك نشوف؟ ها؟ نفس. خلي شلون معي؟ هلا إذا حبينا أنا وياك نساوي طبق رمضان أو طبق اليوم بيطلع بإيدنا؟ ليش لا؟ ها؟ يعني رجال إذا حبوا يطبخوا شلون بيطبخوا؟ من هون هاي شو؟ هاي هون ليكا ليكا. إي بس امسح لي إياها. الاسم والله شو اسم حضرتك؟ أنا اسمي جمال محفوظ. سيد جمال، بس امسح لي هي إذا بتريد، بس مسح هيك يعني إذا لا امسحها أكثر أكثر. وين هربت؟ ما مسحي. اي بس هيك شو ها؟ تحالي شو اللي صار؟ هو ده دمك الشباب. بدك هي نهائيا بدون ليش عم تبتسمي المشاهدين فكنا عم نضحك عليهم. هيك اصول الطقه. خلصت الطبخه. جيهان جيهان تساعديني شوي باعداد طبق اليوم للاخوه المشاهدين. اهلا وسهلا فيكي. هي السكين اليك نضاف اكيد. تفضلي هي الخيار. تفضلي. لا اول شيء وقطعي لي اياها بحيث نقشرها ونقطعها ونورجي الاخوه المشاهدين. شو لك اياها؟ بس امسحيها هيك مسح اذا بتريدي مسح. وين؟ طبخ تعي لهون. اخذتي عده سلطه وهربتي. شو صار؟ معقولة؟ بحياتك ما شفتي شيف عم بيطق راسه من كتر الطبخ؟ اه؟ عن جد؟ معقولة هيك؟ الحقيقة انك اثبتي انك ست بيت. بس سكر انية الغاز مشان ما فيك. ما في غاز. بتاخذوا اشارة من عندنا على ثلاثة؟ ايه اوكي. يلا يلا نقولهم كلياتهم. ايوه ايه خمسة أربعة ثلاثة اثنين. قولوا باي بس باي ونمشي. باي بس باي بس باي 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 باي. شو صار؟ قلبي لهون شوي. شو صار؟ خلص باي يلا حاج يلا يعطيك العافية. حلوة أغاني أيام زمان، كانت تتغزل بالعيون السود بالعيون الخضر بالسمر بالبيض بالشقر بالليل بالسما بالنجوم بالقمر. مطرب حلقتنا لليوم غنى غنية عن نوع من أنواع الفواكه، وهالغنية انتشرت بشكل واسع وكبير كتير. تعالوا نشوف فنان الفقرة الجاية. سجل. مرحبا مرحبا استاذ علاء، كيفك؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ تفضل تفضل تفضل. شو اخبارك استاذ؟ تمام. صديقنا ابو وليد، صديقنا وحبيبنا. يا هلا الاستاذ علاء سعد معروف. منين يا هلا؟ تفضل تفضل. شو فقدك؟ ليش قلق ده حس؟ بدي لا بدنا في مواعيد والله بس
تفضل تفضل يا حبيبي. ليش شاور والله انت انا عندي خمسة ايام بدي اشتغل غنوا غيرنا هي القصه بعرف انه بدنا نغير في بالضبط في واحد ايه صالح الحايل كثير يعني وعباس عباس في في شباب ايه عباس ايه عباس منور لا عباس صديقي يعني في شباب في شباب بس ذاك المكتب كان كثير كثير اقمروني حبيبي في الاخ ابو وليد حابب هيك عنده بعض الحفلات حابب يفوت بهذا المجال هو جديد يعني والحفلات راس السنة و يعني أكثر وعيد عيد بالعيد إيه إذا في مجال متعهد حضرتك؟ آه متعهد؟ أنا تاجر إيه وبدك تسوي حفلات يعني أنت تتعهد يعني أنت بنشوف شو بنكسب من وراها هذا التعهدات الحفلات تجارة تعتبر فلوسك بدك تشغلها أنت بكل شيء في ربح وخسارة أنت بس اسمح لي جديد على اي مصلحه؟ ايه لسه اول شغله بدي اشتغلها هلا اول شغله بدي اشتغلها له علاقه بال شغلي بالاعمار الاعمار نعم يعني فاهم اي مقاول مقاول حاب هاي الشغله حاب هاي الشغله وليد يستثمر تسمع بالجبالات ما تسمع بالجبالات؟ جبالات شنو جبالات يعني كرينات يعني؟ لا الكرين بيجي الكساره مال هاي الشغله لا 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 مثلا انت عندك سقف مخالي بدك تصبه ايه بتجيب لنا ورقه بنطلع معك بيطلعوا الشباب بيصبوا هاي شغلتك خلاط شو خلاط بس انا بعد خلاط للكوكتيل للعيد عندك ثلاث حفلات ما بتهدي البلد الحمد لله يعني في شغل العيد وعندك كريسماس شوي بس المكان اللي راح اسوي بيه الحفله وين؟ لازم اوتيل اوتيل يكون منيح عندك العيد وراس السنه يختلف عن الصيف ايه طبعا لانه بيلبسوا نص كم من العالم بالصيف جد بيكون صيف يعني العالم بيطلع هيك شو 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 قلت له عندك نوعين من الحفلة عندك العيد عندك راس السنة عندك الصيف يختلفون عن الصيف لا 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 طبعا بنصف يعني بالصيف نفس الصيف ما هو واحد طبعا انه جد يعني ما هو محمد بلغش ناس بالعيد اذا واحد يجيب كشك مال سجاير ويجيب بيه مطرب فالناس راح تيجي بالعيد العالم بتكون بدها تطلع تعين كل الناس تطلع في راس السنه تطلع تسهر اللي عنده فلوس واللي ما عنده فلوس نطلع اي اوتيل بكره في اي وقت يعجبك ممكن تعطيني التكاليف وال اي ساعه فاضي تكون فاضي راح خليها المسويات تحت بعد بعد الافطار ما في بعد الفطور صعب بالنهار على الثلاثه خليها جابت اكتب على الفطور ومناخذ تكلفة كاملة والأسعار الساعة ثلاثة على ورق وقلم مع مين بدي وقع أنا؟ أنت مع مين توقع؟ بدك مع مين توقع؟ رح توقع يعني معي طبعا يعني أنت اللي بدك تغني هو أستاذ أستاذ علاء سعد لك قلت لي في رح أقوم أضربك لا في مطرب مو أستاذ أولي اللي غنى البرتقالة ايه شفتها شفتها ايه شفتها البرتقال مو انا هذا اخوي اللي غني البرتقال اخوي ما بين لي برتقال يا ابو صرا وما ابو صرا يا اخي انا شغلي كله بالبحص والرمل وشمينتو طيب اذا شغلك بالبحص ليش تيجي تشتغل بالفنش جابك على الفنش رزقه الواحد بده يغطيني بالحيط على مبدا شغلنا ما لزقت بتعلم مكتب شوف قديش بده 100000 دولار هو 5 مليون ليرة كده هذا ما بده يزوج بنته ب ها؟ ما بده يجوز بنته هذا انا ما طلعت لكن سعري غالي ما سمعت ما طلعت لكن سعري غالي كم واحد انتم؟ قلت لي امشي في شغله رخيصه وفرصه بناخذها رخيصه؟ يعني انه مو غاليه شو مو غاليه؟ هيك عم بيقول لي قال لي كم شغله فرطه و مو قال لي قلت لك فرطه
ما يا غالي استاذ عندي شد كيف تمزح معه انت؟ لا انا استاذ غالي كثير فلهذا ما اروح حفلات كثير، اللي يحبني يعني يعطيني سعر البيت. انت بتحبه؟ طب ما انا بهمني شو بيجينا من وراء القصه اخي. انا لا شغله من الاخير يعني قد ايش مثلا هيك؟ 100,000 دولار. لا مو ابو وليد لا جد اذا بدنا نشتغل تعمل لك حفلتين ابو وليد حبيبي وحياتك. انا بالنسبه لي الماديات جد ما تفرق عني. خلص اشتغل ببلاش معنا والله شخص لا تعرف شو اشتغل ايش؟ بلاش اذا ما بتهمك المصاري. اي مو مشكله انا ما بحب اي شغله الواحد يقعد خليني اكمل لك حديث. القز ما كثير بحبه انا. اكمل لك حديث يا استاذ. القز ما كثير بحبه. القز شو القز؟ اشط اشط يعني نفخ الجايد واحد يعني انه حاكيني من الاخير قديش بدك نتفق يا ما بنتفق. انت حاب ضربك قبلي؟ بين البايع والشاري يفتح الله يا اخي. ليش البايع والشاري؟ انت ما ناسبك يا اخي. انت ما ناسبك. هي بطاقاتي عندك بروح لعندي. انا ماني جاي اشتري منك يعني ولا جاي ابيعك. عم بسألك في مجال شو ركبت مالتك بلدان؟ هذا حب دواء. إذا في إمكانية أستاذي بكرة نجتمع تعطيني التكلفة يعني مشفاية. يعني على الأخير على الأخير على الأخير مش شفاية يعني تنزل. يعني ما فيها لا جراميط ولا كله من الأخير من الأخير يعني. لأنه ما فيها نحن عندنا اللحمة تجي هبرة. لأنه ما كله جراميط عرفت كيف؟ جرافيط. أنا بدي شغلة مو فلوس. تفضل. بدي الصالة مملية ناس وما آخذ فلوس. هذا بنجيب لك كومبا. طيب جيب شريط منه مشان نسمعه لأم وليد. أبو وليد من هذا؟ أم وليد. أم وليد. ليش مرته شو العلاقة؟ من هالمصاري يعني. بعد أنت شو العلاقة؟ بنشغل لها مصاريا. طيب نسمعها إلا اجتمعنا على سعد. وهيك نسمع تسألني شو معك شيء؟ لا ها انت بغني اول واحد؟ لا 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 بس انا ودم كرتون يعني لما يطلع كرتون انا غني. لا بوصل اول واحد لما اخر واحد نجم هذا بيطلع بالاخير يا زلمه هو بده يختم لك سهله. ما بدنا نكون جايبين مطرب ثاني. لا بجيب لك مطرب ثاني هذاك هذاك ب 2500 بقول لك اياه. علاء جارنا بغني بالصبح. نعم معتز. طيب شو عم تحكي؟ لا انت يا زلمه لولو شو ماتت؟ لا لا ايه طب البيت عنا طيب ما بيت الا ما في مشكله ايه خلاص قطه صغيره ما في مشكله حبيبتي لا لا تزعل لا تزعل يلا اوكي الحمد لله اوكي على علم اخذ اول مره بشوفك هون شخصي شايفك مين اللي على التلفزيون؟ شو قلت مطربين؟ قلت مطربين على التلفزيون وبيطلعوا؟ انا فكرت الاخ اول شيء لابس قميص مطربين. انت بتعرف بدك تتكلم مع مين؟ انت سامر شوي وكذا على راسي حبيبي شو عم نقول نحن عم نقول ما موجود يا اخي انا مع صاحب اشهر اغنيه بالعالم العربي كله يعني حتى في بطن امه بحب اغنيه البرتقال واللي عمره 8 سنه بيحب اغنيه البرتقال فكان ليش جبتنا له؟ مشان برد مو مشان الغنية نفسها؟ ايه مشان نفس الغنية يعني لا مشان لانه انت بتغني البرتقالة اعطيني اعطيني شوي بس تعال العبون بس يشوف المصاري بس يشوف المصاري فلوس بيضعف شوي ليش بده؟ شو المصاري بيضعف؟ انا بدي امشي وين؟ فاهم معه باجرو مشي الحال شو بدك تعال تعال شوف مشي معه مشي ما مشي خلص تعب ولي اخي ما لي علاقه انا خلص من هو والحاني الحاني على المحل ومن هو ولي؟ اخي خض المي وهي مي كل ساعه عم تحكي لا عم ينحلب ولا عم ينجلب شو لا يعني ما ما ما, ما, ما هيك ما استاذ خلصونا من هالشغله ابو وليد اخونا وحبيبنا ايه وبدنا اياه يعني بدنا نشتغل له الحفلة معي ابو وليد راح اضربه ضربه هسه بدي اياك ايش بدكم على الحفله؟ ها يا ماشي بدنا 1,000 دولار خلص بكره بنجتمع بالاوتيل خلص خلص بنعربه
ما في ما بدنا نعوض في شو انت قلت في كثير منتجين بيتمنوه ايه مزبوط مش منتجين متعهدين حفلات متعهدين او اي شيء ونحن عندنا مطربين كثير مش انت قلت رقمك اخي انت قلت السعر انا بدي اسوق مخي اليوم راح تدوسوا بعد قديش بدك عن جد قد ايش هلا الوقت على راسي ما في داعي ما في داعي بس كمان اسمع بوصي انا ادخل اسلم نترد عليه السلام بس اتكلم مع بعض ما بعرف طب كيف واقف واقف ما بعرف لا واقف واقف خلاص الكاميرا الخفيه ما قلت كلمة قلت له شكلك مو غريب علي شايف لك مسلسلات كثيرة قال لي في شبه لي عباس الموت عباس جاب عليهم تفضل تفضل ينظر تقالى ينظر تقالى معلقة ودسي معلقة ودسي شليت حالة عذبت حالة شلت على ابو الزول شلت على ابو الزول عذبت حالة شكرا للكاميرا الخفيه شكرا لك سلم على الكاميرا وانت ازرق يلا اللي تلفزيون سوريا والاستاذ كريم حبيبنا وحبيب البلد الكل استاذ حامد شكرا لك الله يخليك يعني سعيد بكم الله يخليك شكرا شكرا خالد من الكاميرا الخفيه وصادو صادو صادو رح وداكن مو بالبرتقالة رح وداكن مع حمام الشام بتمنى انه تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم ومن هون لهون شوفكم بكرة شو مقلوب كل شي مكتوب بروق محسوب
مكتوب هالمقلب المرتب ملعوب هذا المطلوب بس ليش مرعوب شو بو الشكلش مقلوب هالقصة هي هي تسلينا فرطها حبية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة او البلكون واذا بدك ما من بالسم نقطش هالحلقة من نصة بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون